أحمد الجارد مدرس لغة فرنسية وباحث تاريخي. تكلم اليوم عن جائحة كورونا المنتشرة في العالم، وأن هذه الظاهرة ليست الظاهرة الأولى في تاريخ الأمراض والأوبئة في مصر. فقد اجتاح العالم كثير من الأوبئة والأمراض، وبالأخص مرض الطاعون ومرض الجدري والعمى. وقد أرخ الكثير من الكتب في المصادر عن هذه الأمراض. هتكلم عن جزئية الطاعون في مصر. اجتاح الطاعون مصر عن طريق السفن القادمة من أستانا وأزمير بتركيا. أرخ فولني سنة 1783 1785 كتابه ثلاثة أعوام في مصر وبر الشام، ترجمة إدوارد بستاني، وتحدث عن ثلاثة أمراض هامة عانى منها المجتمع المصري: العمى والجدري الطاعون. في كتاب آخر اللي هو الصفة الطبية والسياسية والصحية في الأمراض المعدية والوبائية والفوائد العلاجية الضرورية لحفظ الصحة البشرية والحيوانية، الدكتور محمد صفوت مفتش الطب البيطري. وبعد ذلك تكلم أو تحدث كلود بيك عن كثير من الأمراض مثل الدسنتاريا، مرض الاستسقاء بالهريسي وكيفية علاجه. كان يتم العلاج عن طريق الكي أو الحجامة أو استخدام الطب الأعشاب البديل. طيب، في دفاتر اسمها سجلات المواليد والوفيات، تحدثت المواليد والوفيات عن الأمراض وسبب الوفاة، وكانت هذه السجلات موجودة في دفتر خانة التي تحولت إلى دار المحفوظات العمومية. وكان أشهر الأمراض في تلك الفترة وهو مرض الطاعون ومرض الملاريا والجدري. وكان محمد علي يعني يصدر أوامره لكل أهالي المشايخ القرى بردم البرك للحفاظ على الأهالي. طيب، في حاجة ثانية اللي هو في حاجات تتعلق حتى الفن كان ارتبط بالأمراض عن طريق كتاب مثلا أيام طه حسين، كتاب قصيدة نازك الملائكة التي تحدثت عن مرض الكوليرا سنة 1947، رواية الحرافيش الخاصة بنجيب محفوظ تحدثت أيضا عن الكوليرا. في حتى الأدب العالمي تحدث عن الأوبئة والأمراض، وكان أشهرها الطاعون لابست لألبير كامي، موت في البندقية والذي تحدث عن مرض الكوليرا الكاتب الألماني توماس مان سنة 1922. في رواية ثانية اسمها العمى جوزيف سارماغو، في كتاب اسمه الليالي المتوحشة تحدث عن مرض الإيدز اسمه، وكان الكاتب سيريال كولار.